قاری شمس القرآن جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب فلیتفضل مشکورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا وخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر
قاسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا كلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أهانني كلا كلا بل لا تكرمون ولا تحاضون على طعام المسكين.
تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيها المزمل. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله.